انت لسه هتقف عند السكرتارية؟ ده مكتبك، المفروض تدخل على طول. المفروض. مش كمال بيه كان وعدني ابقى شريك؟ اظن ان ابويا دفع تمن ده واكتر كمان. اه طبعا. تشرب ايه؟ قهوة؟ اتنين قهوة على الريحة بسرعة. انت لسه فاكر قهوتك ازاي؟ ايه ده؟ انت خاسس ليه كده يا سامي؟ هي ندى ما بتاكلكش؟ وانا بشوفها اصلا. اه تبقى مزعل عليك. ليه وانت ما تعرفش؟ جمال بيه قال لي ان في شويه زعل ما بينكم. شويه زعل؟ ايا كان ايه اللي حصل، ما هو في الاخر زعل. والزعل ده لازم نحله زي اتنين متحضرين ولاد ناس. بقول لك يا مازن، بلاش الحوارات دي. انا وانت ولاد سوق. فالنبي بلاش الجو ده. وماله؟ عايز ايه يا عم سامي؟ عايز ايه يا عم سامي؟ طيب انا اقول لك انا عايز ايه. قول لي يا مازن بيه، لو دخلت لقيت مراتك مدام يارا نايمه في اوضه راجل غريب، تعمل ايه؟ والله الرجاله مش زي بعضيها ابو نسب. لا لا انتوا مش نافعين. يبقى خلاص تسيبوا بعض احسن وبهدوء. يا سلام، بالبساطه دي. ونعقدها ليه يا سامي؟ ليه يا حبيبي نعقدها؟ بقول لك يا مازن، انا عايز حقي. حقي اللي ابوك وعدني بيه ووعد ابويا بيه. كده انت بتقول كلام هيزعلك يا سامي، وهيزعلك قوي. ما تبطل انا هعرف ارغى بقى يا مازن. بقول لك ايه، الكلام ده لو ما تنفذش بالحرف الواحد انا هرفع على اختك قضيه زنا، والفيديوهات هنزلها على السوشيال ميديا. شوف بقى انت لما تبقى اختك دمك ولحمك يبقى ما تكملش. انا غلطان ان انا اديتك قيمه، والناس اللي زيك لما بياخدوا قيمه بيتجننوا وبتهب منهم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي القهوه اللي طلبتها لك. ايه ده؟ انت بتاخدني على اخوان عشان في مكتبك؟ لا انا لسه ما خدتكش على اخوانا، أنا لسه هاخدك. إيه؟ تضحك ها؟ أمد إيدي عليك وأزعلك؟ حتى وأنا متكتف مش عارف تمد إيدك. لا عارف. ها؟ إيه وجعتك؟ ها؟ تحب أحلق لك دقنك الحلوة دي؟ تصدق ندى أنشف منك. أنشف مني ها؟ جبان وغبي، تفتكر هجيب الموبايل لحد عندك؟